FM. الكلمة ليك. حكومة مهدي جمعة ريلاتيفمون توتي ريلاتيف مهدي جمعة حسب اعتقادي كانت حكومة معناتها من ناحية الكفاءات من ناحية لي سيفي راهم الوزراء اللي جاو في حكومة مهدي جمعة راهو لا يقارنه. تشوف السيفي نتاع كمال بن نصر ولا تشوف جلاسي. توفيق جلاسي ولا حكيم بن حمودة معناتها يفهم في الشأن الاقتصادي وعنده معناتها باركور تشوف وزارة تشوف هذاك الهادي بالعربي معناتها من خيرة معنا من الكفاءات وحتى في الهندام نتاعهم وحتى في المظهر نتاعهم وحتى في الخروج الإعلامي نتاعهم يا باو بوكو دو كواك في حكومة المهدي كانت تخطنا أمال كربول أما الحق 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 نكون واضح هي صاحبة السلف الشهيرة نكون أبا يشرق عليها الشيء فما شكون يشرق عليه انا هذا موقفي الشخصي موقفي الشخصي شنو ناس حلال ناس حرام شنو هذا موقفي الشخصي هذا موقفي الشخصي موقفي الشخصي في التعبير يشرق عليها فما عباد ما يشرقش عليهم شيء مع كربول دوله مش واحنا في كحه شرقت عليها الشيء شرقت عليها السياحه وشرقت عليها الحكايه هذه مش دفاع على حكومه مهدي جمعة تنجم تحكي عليها ما تحكي وزلطت في برشا مواقف سياسيه في الملف الليبي في برشا مواقف سياسية داخلية في الكذا في حكاية القرض اللي خذيته بنسبة فايدة تنجم تحكي اللي تحكي لكن كما يقول لك معز زاد احقاق للحق يا مينيموم كاستين كان في المستوى الحق توتافي دونك ريلاتيفمون حكومة مهدي جمعة عندنا هي الحكومة اللي نجحت نوعا ما في إرجاع هيبة الدولة تعرفش علاش تعرفش علاش ولكن هي مسألة مسألة دراماتيكية وما نجموش نبعدوا عليها على خاطر ما خضعتش للمحاصة الحزبية الكلمة ليك.